السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال لا بروبابيليتي على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. دونك وصلنا للشابتر الجديدة وهي لو فاريابل اليتوار. دونك هي الحصة الثانية بالنسبة للي فاريابل اليتوار. اللي ما شافش الحصة الأولى يجيوها باش يضغط المسائل ديالو. ندير واحد بيتي ترابيل بالنسبة للحصة الفايتة. الحصة الفايتة عرفنا بسيكوا سا ان فاريابل اليتوار. قلنا ان فاريابل اليتوار اي اون ابليكاسيون، واحد الابليكاسيون كنردو له اكس، هذا هو لو فاريابل اليتوار ديالنا، وكيكون اساسي متعلق بشي حاجه على حسب ليكزيرسيس. الوغ لو دومين ديفينيسيون ديالو هو اوميغا طون فيغ ار، صافي. دونك عندو العناصر ديالو هما اوميغا صغيره لي لي زيليمون اللي عندنا في اوميغا ديالنا اونسومبل فوندامونتال حتى الاش طون فيغ اكس اوميغا. شكون هي هاد اكس اوميغا؟ هي الايماج ديال العناصر ديالنا اوميغا صغيره، وهاد الايماج هادو هما اللي كيحددوا لنا النوعيه ديال لي فاريابل اليتوار ديالنا. لان حنا قلنا عندنا جوج انواع، كاين النوع الاول هو فاريابل اليتوار ديسكريت، او انه لو فاريابل اليتوار كونتيني. سي سامبلوم، انا باش كنعرفوا واش ديسكريت ولا كونتيني، حنا دابا في ديسكريت. باش كنعرفها ديسكريت، اما كيكون فيني ياك اونسومبل فيني، يعني انا حيت كيقول فيني عارف العناصر ديالي، ما يمكنش ان نعطيك واحد المجال مفتوح ونقولك عطيني العناصر ديالو غير ما لا نهايه من العناصر، ولكن عطيتك واحد العنصر فيرمي راه اكزاكتومون انت عارف العناصر ديالو. شي سامبل، او انه يكون انفيني، ولكن اهم حاجه انه يكون دي نومبرابل، يعني معدود، دي نومبرابل يعني معدود. دونك عارفين هو العناصر المعدود كيتسمى دي نومبرابل. دونك التعريف ديالو هو اما هنا، دونك هادشي راه درناه في الحصه الفايته، اما غادي يكون فيني او دي نومبرابل. سي سامبل مزيان. الوغ ندير واحد بيتيت اكزومبل باش اننا نحاولوا اننا نراجعوا الحصه الفايته. مزيان. الوغ قلنا انه بالنسبه ندير واحد اكزومبل، شوف لان غادي نشوف واحد لا فونكسيون. دونك يقدر البروف يعطيك سي ان فونكسيون اف دو اكس اللي كتساوي لنا بي دو اكس كبيره كتساوي لنا اكس اي، اللي كتساوي لنا اكزومبل اكس مقسومه على 10، وكيعطيك العناصر هنايا اكس كيساوي لنا 1 2 3 4 سي تري بيان، وكيعطيك 0 سينو قدر يعطيها بحال هكا. هاد الفونكسيون هادي مزيان. هو السؤال غادي يقولك واش هاد الفونكسيون اي اون فاريابل اليتوار ديسكريت. الوغ باش كنعرفها انها ديسكريت، سي سامبلومون الى تحققوا جوج شروط راه قلناهم، دو بروبريتي اللي كيضبطوا لنا ان هادي ديسكريت. اول بروبريتي كتكون مشتركه ما بين ديسكريت وما بين كونتيني، هي انه بور توت اكس اي ابارتيان ا اكس اوميغا، فان بي هو الاحتمال ديال اكس ديال اكس اي، جميع الاحتمالات اللي عندنا بالنسبه اكس اوميغا فانه كيكونوا اصغر او يساوي زيرو، يعني ما يمكنش انهم ينقصوا لنا على صفر. ثاني حاجه ان لا سوم، وهذه هي كتميز ديسكريت. نقولوا ديسكريت يعني لا سوم من جي ايغال 1 حتى الان ديال لا بروبابيليتي ديالنا بي دو اكس اي، فانه كيساوي لنا 1، يعني جميع لي بروبابيليتي اللي جمعناهم سي سامبلومون بالنسبه لي فاريابل اليتوار ديالنا باش متعلق جمعناهم خاصو يساوي لنا 1. الا ساوي لنا 1 هنا كنهضروا على واحد الفاريابل اليتوار ديسكريت. غادي نتحققوا من هاد لا فونكسيون هادي. الوغ نبداو بي دو اكس، دونك عندنا بي دو اكس اي، نعوضوها بي دو اكس ان. شحال كتساوي لنا بي دو اكس ان؟ غتساوي لنا نعوضو ب ان سوغ 10، يعني واحد على 10. بي دو اكس دو جوج على 10. بي دو اكس تخوا تلاتة على 10. بي دو اكس كات 4 على 10، اكسيتيرا. صافي حبسنا هنا لان حد ضربة، صافي اكس نعوضو بواحد بجوج تلاتة اربعة حتى لعشرة. مزيان. الوغ باش انا نعرف ان اول حاجة ان هادي متحققة، جميع لي بروبابيليتي مالهم اكبر او يساوي زيرو، سي تخي بيان، كامل اكبر او يساوي، سينو راه كاملين كيساويو زيرو، يعني او يساوي زيرو. الا جمعناهم، الا جمعنا لا سوم ديالهم، يعني الا جمعنا لا سوم ديالنا ديال بي دو اي، اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا هادي 1 على 10 زائد 2 على 10 زائد 3 على 10 زائد 4 على 10. الوغ الا جمعنا دونك 4 بلس 1 5
بلوس 15 يعني واحد، دونك تحققوا لنا كجميع دونك واحد، و سينو راه صفر يعني الا زدنا هنا مال هنا ما اصبر سي سامبلومون راه صفر، دونك غيبقى لنا واحد. دونك تحقق لنا الاول هو واحد، وثاني حاجه تحقق لنا انهم بوزيتيف سي سامبلومون. دونك هاد جوج شروط كيعنيو ان هاد لا فونكسيون هادي اللي عندنا سي ان فاريابل، هاد اكس هادي سي ان اكس كنهضروا عليها، فانها اي ان فاريابل اليتوار ديسكريت. مزيان الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الوغ كيما كنشوفوا ان هاد الاحتمالات كاملين مختلفين، هنا واحد على عشرة، الجوجة جوج على عشرة، ثلاثة ثلاثة على عشرة، إلا كانوا متساويين يعني هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي، غنشوفوا واحد الحالة دونك هاد ليكزومبل لي، فإنا كنقولوا عليها إينيفورم يعني منتظم سي سامبلو. هاد لي مو تكنيك خاصنا نكونو ضابطين. الوغ نمحيو ونكملو هادشي غير مراجعة بسيطة. وكنا دونك وكنا خدمنا بواحد الاكزامبل، قلنا اما غادي يعطينا فونكسيون اما كيعطيك اغلبيه الحوايج كيعطيك مساله كيقول لك اكزامبل. قلنا لونسي ندير الاكزامبل اللي درنا المره فاتت، قلنا لونسي دو دي دو عفوا دو بيس دو موني، بيس دو موني دو موني. الوغ حنا جوج مرات دو بياس دو موني فيها بيلو فاسيل سامبلومون، اوميغا ديالها شحال غتكون؟ اما غادي طيح، دونك قلنا حنا بيل المرة الأولى طيح لنا بيل ولا فاس، المرة الجاية وجا طيح بيل ولا فاس، وهنا بيل ولا فاس، يعني احتمال ممكن اما طيح لنا بيل بيل لأن جوج مرات، الاحتمال الثاني بيل وفاس، الاحتمال الثالث فاس وبيل، احتمال رابع فاس وفاس. سي تري بيان، هادي قلنا ان اكس هو لو فاريابل الياتوار كي اسوسي المتعلق اسوسي ا لو نومبر اكزومبل، نقولو النومبر دو بيل دو فاس على بحال بحال دو بيل اوبتو. مزيان، حنا اكس عرفناه باش متعلق، يعني اش يعني كنهضر على اكس هو عباره على اوميغا طونفير اغ، اغ عرفناه اوميغا عرفناه، هادو هما العناصر ديال اوميغا. مزيان، يعني هاد اوميغا صغيره شكون هما هاد اوميغا صغيره؟ هما هاد لي زيليمون هادو ديال اوميغا، هادي هي اوميغا صغيره ان، اوميغا صغيره دو، اوميغا صغيره تخوا، اوميغا صغيره كاتر. مزيان، مايمكنش انا ندير في بي اكزومبل، في بي مكتنتمناش هادي لان ما عندناش حنا في صافي، غير اكزومبل بسيط وصافي. دونك هنايا الاحتمالات الممكنه هما اش؟ هما يكونوا بيل و بيل طومبي، اشنو غتعطينا بيل و بيل؟ هنايا هاد اكس هذا هو باش متعلق، كيكون متعلق بلي النومبر بعدد ديال لو بيل اللي عندنا، يعني هاد اكس اوميغا هو عدد لو بيل اللي عندنا هنا. النتائج شحال عندي بيلين؟ عندي جوج، هانتا جوج راه بارتيان ا ار، غنقولو تانية بيل و فاس شحال عندي في بيل هنا؟ واحد. فاس و بيل شحال عندي؟ عندي واحد راه بارتيان ا ار. فاس و فاس عندي زيرو، ما عندي حتى بيل راه بارتيان ا ار. فهمت داكشي علاش كنقولو اون ابليكاسيون؟ مزيان، و كنا كنديرو ما يسمى بإكس أوميغا، هادي هما كاملين النتائج اللي عندنا هما كيتسماو اكس دو اوميغا صافي، اللي كيساوي لنا اكزاكتومون كنبداو دايمهم الصغير زيرو ان ان راه معاودة كنخليوها و دو معاودوش لي زيليمون ديالنا صافي، زيرو و ان و دو سي تخي بيان. دونك يقدرو اننا دابا نحسبو احتمال ديال كل وحدة فيهم، معندناش مشكل نحيو هادو. الوغ الا جينا الاحتمال ديال بي دو اكس إيغال زيرو شنو كيساوي لنا؟ يعني حيت كنقولو بي إيغال زيرو يعني منحصلو على حتى بي، فين منحصلوش على حتى بي كاينة غير وحدة، يعني يعني هادو إلا جينا نشوفو راه هي واحد على ربعة، واحد على ربعة، واحد على ربعة، واحد على ربعة، يعني واحد على ربعة، يعني وحدة فيها. مزيان، إلا جينا الإحتمال التاني بي دو إكس إيغال أ، يعني كاينة مرة وحدة، حيت كنقولو كاينة مرة وحدة يعني كاينة هنا وكاينة هنايا، يعني واحد على ربعة زايد واحد على ربعة هي شحال؟ هي جوج على ربعة. مزيان، بي دو إكس إيغال دو،
يعني جوج مرات، ها هي واحدة على أربعة، يعني واحدة على أربعة، وحدة من أصل أربعة، هنا جوج من أصل أربعة، هنا وحدة من أصل أربعة، سي سامبلومون، سي تخي بيان. كنا كنقولوا أنه كاين واحد لا لوا دو بروبابيليتي، هاد لا لوا دو نكتبو سي أن لوا، كنا كنلخصوه باش بجدول، لوا دو بروبابيليتي. مزيان، هاد لا لوا دو بروبابيليتي كنا كنرمزو واحد جدوي بحال هكا اكزاكتومون، كنا كنديرو اكس اي، هنا كنحطو العناصر ديالنا زيرو و ان و دو، هنا لا صوم اللي خاصو يساوي لنا اف تالي، هنايا بي دو اكس ايكال اكس اي، هادشي راه شفناه السنوات اللي فاتت. دونك عطينا واحد على ربعة، واحد على جوج، واحد على ربعة، سي سامبل صافي. الو دونك هنا جوج على ربعة راه هي واحد على جوج، واحد على جوج صافي، إلا خصنا صافي كتبنا واحد على جوج هنا. مزيان، كاين واحد الحاجة اللي نسيت ما درتها في الحصة اللي فاتت، وهي ما يسمى ب ريبريزونطاسيون غرافيك. لا ريبريزونطاسيون غرافيك أنني نقدر نرسم هادي، دونك نقدر نعطيكم البروف. دونك ريبريزونطاسيون غرافيك، مزيان. لا ريبريزونطاسيون غرافيك سي سامبلومون كنحاولو أننا نرسمو لا غراف ديالنا. دونك هنا غادي يكون لاكس ديال اكس اي دائما، وهنا النتائج لي بروبابيليتي اكس اي هنايا هي 0 1 2، دونك نقدر انني نبدا انا موان 0 هنايا، موان زان عفوا، نبدا ها هي 0 ها هي 1 وها هي 2، سي تخي بيان. وهادو هما عندنا، دونك عندنا واحد على ربعة هي 25، 0.25، يعني غادي مشينا ب 0.25، 0.5، 0.75، 1، سي تخي بيان، 0، 0.، دونك غادي يكون بحال هكا، الواحد يكون طال حتى 0.5، 1.، والجوج غادي يكون حتى هو بحال هادي 0.25، سي تخي بيان. دونك هذا هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك. الوغ فوقاش كيكون لا ريبريزونطاسيون غرافيك كنقولو على انيفورم، إلا كانوا جميع النتائج بحال بحال، إلا كانت عندنا واحد على جوج، واحد على جوج، واحد، كنقولو على انيفورم، يعني في الرسم انيفورم، يعني خاصهم يكونوا، يعني يكونوا في الرسم متقادين، سي سامبلومون كنقولو عليهم انيفورم. يعني اكزومبل بحال هادي لازلنا طلعنا بحال هكا، هذا كيتسمى دونك انيفورم، كيكون انيفورم. سي بيان، عطانا هنا اكزومبل واحد واحد على أربعة، واحد على أربعة، واحد على أربعة، كنقولو عليه إينيفورم. دونك هذا واحد الملخص شامل على داكشي اللي شفنا في الحصة اللي فايتة. دونك دابا ندخلو الحصة ديالنا اللي غادي نشوفو فيها واحد فونكسيون جديدة، وهي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. ألوغ نمحيو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون، هي واحد لا فونكسيون اللي حتى هي راه فيها جوج انواع، دونك غندرسوها بالنسبه للديسكريت ديسكريت وبالنسبه للكونتيني. مزيان، حتقول ديسكريت صافي راه ديسكريت سي سامبلومون. الو قبل ما نشوفوا لا ديفينيسيون، نحاولوا اننا نشرحوا هاد لا فونكسيون هادي بعدا. بالسنوات اللي فاتت كنا ديجا كنقراو في السنوات اللي فاتت، يعني نتوما ما كنتوش اغلبيه لي بروف ما كانوش كيشرحوها لكم اكزاكتومون، كانوا كيحفظوكم. دونك حيت كيقولك عندنا واحد الاون، شوف ركز معايا، واحد الاون في اكزومبل 4 بول روج، هادو لي بول روج صافي، وفي 3 بول نوار اكزومبل، سي تري بيان. حيت يقولك البروف اون اتيري 3 بول، يعني بي ايغال 3 غادي نتيريو 3، ان هي 7 صافي، اون اتيري سيميلتانيمون، يعني نخدمو سي اكزومبل. الوغ حيت كيقولك اون تيري او بلو ان بول نوار، يعني على اكثر ان بول نوار صافي. لا نقولوا حنا او بلو 3 بول نوار، باش نبسطوا الفكره. 3 بول نوار شنو كنتي كدير؟ على اكثر 3 بول نوار، يعني كنتي كدير هذا الرمز صافي، هو هذا اللي عندنا مناش من 3 بول نوار. يعني الاحتمال اللي خاصك تحسب هو اشنو، هو اما 3 نوار، يعني اما 3 نوار 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 نوار، هو الاحتمال الاول نسميوه بي دو ا، اما الاحتمال نسميوه بي دو اكس ايغال 3، يعني 3 نوار، اما دو نوار راه كاع الاكثر، اما دو نوار 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 نوار، ياك كنقول بي دو اكس
دو هذه نوار بار، إما أن نوار 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 في سامبل، وهنا غادي يكون بار 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 بي دو إكس أن، ولا زيرو نوار ولا زيرو نوار. هادشي راه كنتو كتقراو سي سامبل مزيان. اش كنا كنديرو؟ كنحسبو احتمال ديال هذا بلس احتمال ديال هذا بلس احتمال ديال هذا بلس احتمال ديال هذا مزيان. وهذا راه هو اكزاكتومون لا فونكسيون دو ريبارتيسيون، هادشي اللي غادي نشرحو سي سامبل صافي مزيان. و او انك انتو كديرو الكونتخيغ ديالو، يعني كدير الكونتخيغ ديالو هو اكبر قطعا وكأبقى قطعا، هو اكبر قطعا من ثلاثة نوار هو صفر نوار، هو اكبر قطعا من ثلاثة انواع هو اننا مح يعني نحصلو شوفو. دونك هنا كاين شي ايرو، هنا هنا بي دو نوار نوار قدروا اننا اوموا صافي هي هذه، يعني العكس لان حنا خدينا لي نوار كاملين اللي عندنا. هنا نفترضوا اننا عندنا اربعة خمسة، نقولوا حنا خمسة صافي، هنا سبعة تمنية تسعة نقولوا تسعة صافي. دونك هنا غنقولو اني تيرو دو نوار، اي باش نبسطو يعني اشنو غادي يكون، غادي يكون بي ايغال دو، اما دو نوار اما ان نوار اما زيرو نوار، سي سامبلومون. شكون هي الاكس ديالو؟ هو اكثر من دو نوار. شكون هو اكثر من دو نوار؟ سي سامبلومون هي اما تخوا نوار صافي، كنا كنختاروا هذا لو كونجي ديال صافي 3 نوا، وهذه هي كنسميوها او موان. كاين او موان وكاين او بلس، او موان عاوتاني راه نفس الحاجه، غير هذه كتكون اكبر او يساوي هذيك او موان وهذه او بلس. واش كنا كنشوفوا في السنوات الفايته؟ دونك هادشي غنشوفوا دابا بصفه عامه. الوغ ركز معايا، نقراو دابا لا ديفينيسيون ديالنا ونحاولوا اننا soit x une variable aléatoire discrète sur oméga tant que x de oméga qui s'égale à x1 jusqu'à xn avec n akbar min n moins 1 etc akbar min 1. On a appelé la fonction de répartition x la fonction f définie donc marva min f x tend vers 0 1 يعني la majel ديالنا ماشي r عندنا هنا majel 0 1 يعني لو مينيموم هو 0 لو ماكسيموم ديالها هو 1، ما تفوتناش 1 كي الكونت عندنا هاد اكس هاد سي تري بيان. فان اكس كتساوي لنا اف دو اكس الايماج ديال لا فونكسيون ديالنا كتحدد لينا كما شفنا دابا، وهي لا بروبابيليتي ديال اكس ناقص اكس صغير سي تري بيان، يعني جميع العناصر اللي قبل منها كتجمعهم كاملين سي سامبلومون. اف اي توجور une fonction discontinue un chouf elle dit que discontinue et en escalier une escalier avec une fonction escalier raison la fonction escalier ou f de x les dernières qu'est-ce qu'on a hier qu'est-ce qu'on a la somme qui m'a donné la somme ديال لي بروبابيليتي لي صغار من اكس لي صغار من هاد اكس هادو كاملين كنجمعوهم صافي. بحال كيما شفنا غادي نتيري ثلاثة نوار يعني اللي صغر منه، يعني ثلاثة نوار جوج نوار ان نوار زيرو نوار، يعني كنجمعوهم كاملين سي سامبلومون. وكنقدروا اننا نبريزونتيوها بهاد لا فورم هادي اف دو اكس دو اكس كتساوي لنا دائما الاول على زيرو دائما واحد دائما هكا بالنسبة لا فونكسيون دو ريبارتيسيون، دائما الاولى زيرو الثانية لانها اونكادرومون ما بين زيرو ان كتفوتنا زيرو ان. وكنحطو سي اكس اصغر من اكس ان، يعني اول عنصر عندي انا في هاد لي زينيمو يعني اللي صغير عليه دوك اللي صغار عليه كاملين راه كيساويو زيرو سي بيان. واكبر عنصر هو اكس ان، يعني اللي كبيره من اكس ان كاملين راه كيساويو واحد، اجيت لي اكس ان بلس ان اكس ان بلس 4 بلس 5 كاملين راه غادي يبقاو كيساويو ان، كيبقاو فيكس كيتغيروش سي سامبلومون. واش نشوفو غرافيكمون الوغ، وبالنسبه للوسط راه كنجمعهم على حساب، دونك كتعطينا اف اي بلس ان وحنا كنجمعو اكسيتيرا. نديرو هاد ليكزومبل باش اننا نفهمو هاد لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. دونك هو عطانا ان دي، حنا ان دي
اون فوا دونك عندنا اوميغا ديالو هي 1 2 3 حتى 6 سي سامبلومون ديكزامبل بسيط لا لوا دو بروبابيليتي دو فالور هنا دو فاريابل ان ان دو فاريابل الياتوار اكس اي بي دو اكس اكس اي ايغال من واحد دمي يعني جميع الاحتمالات ها الا طحنا واحد شحال هذه يكون الاحتمال ديال 1 على 6 لان هذه الحومه راه وحده احتمال ديال 2 راه هي 1 على 6 احتمال ديال 4 راه هي 1 على 6 لان نحصل على 4 راه هي 1 من اصل 6 لان حتى حدا ما معاودات تما حتى حدا ما مغيبيتي يعني من 1 حتى 6 راهم مختلفين دونك الاحتمال ديالهم راه 1 دونك هذه مالها انيفون صافي يعني الاحتمالات ديالهم كاملين انيفون سينو راهم كيساويو لنا 0 سي بيان دونك عطانا هذه غادي نحاولوا نحولوها علاش واحد لا فونكسيون دو ريبارتيسيون باش انني نحولها لا فونكسيون دو ريبارتيسيون خاصني نبدا انا عندي اول حاجه ان العناصر اللي عندي نجي نحط اف دو اكس دائما نجي ندير هكا مزيان هنايا دائما كتبدا بالصفر مزيان شكون اللي كيحدد لي هادو اللي هنايا هادو كيحددهم ليا اكس اوميغا على حساب التمرين فين راه اكس اوميغا هنايا راه من 1 حتى 6 عندي انا اوميغا اكزاكتومون هي 1 2 3 4 5 6 سي تري بيان غادي نبدا انا مناش من 1 دونك هنا شنو غتكون عندي غتكون عندي اكس اكبر اصغر قطعا من 1 يعني جميع العناصر اللي عاد باش حنا جميع العناصر اللي قل من 1 كاملين خاصهم يساويو 0 وجميع العناصر اللي كبر من من 6 شحال خاصو يساوي لنا يعني اكس اكبر او يساوي 6 خاصهم كاملين يساوي لنا 1 صافي لو ماكسيموم لو مينيموم وهادو اللي ممكن كيتجمعوا زعما الا جات اكس 3 راه هي اكس 2 زائد اكس 1 اكس 4 شكون هي اكس 3 زائد اكس 2 زائد اكس 1 اكسيتيرا مزيان دونك دابا خاصنا نحسبهم هانتوما نكتبهم هنايا سي اكس هذه الاولى راه درناها عندي شو دابا سي اكس اصغر او يساوي 1 يعني كتساوي 1 ليه دونك لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس كتساوي لنا بي دو اكس اصغر او يساوي 1 كتساوي لنا بي دو اكس ايغال 1 كتساوي لنا 1 سور 6 صافي يعني هنايا يعني هنا في الحاله ديال اكس راه اونكادري ما بيناش ما بين 1 والعنصر الثاني عندي هنايا هو 2 يعني شحال تعطينا 1 على 6 على 6 سي تري بيان سي اكس دونك وصلنا دابا 2 اكبر او يساوي اصغر او يساوي 2 هنا كنهضروا على بي دو اكس هنا فين كتساوي بي دو اكس اكبر او يساوي 2 حيت كنقولوا بي دو اكس اكبر او يساوي 2 يعني كتساوي لنا 2 وكتساوي لنا 1 المجموع ديالهم يعني لا بروبابيليتي ديال اكس ايغال 2 بلس لا بروبابيليتي دو اكس ايغال 1 صافي و بروبيتي كاع زيرو كاع هادو كاملين كيساويو زيرو هنا نقبل منهم كاملين كيساويو زيرو دونك شحال كتساوي لنا هي 1 على 6 زائد 1 على 6 هي 2 على 6 الى خصنا 2 على 6 شحال 1 على 1 على 3 سي تري بيان يعني 1 على 3 في هذه الحاله الا كان اكس اون كادرو ما بين هنا كتكون او تساوي 2 حتى الاش حتى العنصر الثاني اللي عندي هنا هو 3 3 سي تري بيان نمشيو عاوتاني 3 سي x اصغر من 3 هذا كيعني ان ديريكتومون بي دو x اصغر او يساوي 3 فان كنهضروا على بي دو x ايغال 1 بلس بي دو x ايغال 2 بلس بي دو x ايغال 3 يعني جمعناهم كاملين وهذه راه انيفون هذه كتساوي 1 على 6 زائد 1 على 6 بس لانهم انيفون باحتمال ديالهم الثابتي 6 1 على 6 زائد 1 على 6 هي شحال 3 على 6 يعني 3 على 6 هنايا سي اكس اون كادري ما بين 3 و 4 نفس الحاجه بالنسبه ل 4 والثاني 4 صغر اكس حتى 6 ل 5 ياك و 5 عاوتاني حتى الاش حتى 6 و 6 هي دونك هنايا نزيدو هادي نزيدوها 1 على 6 لان يعني فورم راه باينه 1 على 6 تولي 4 على 6 وهادي تولي 5 على 6 سي تري بيان صافي اما الا مكانش اني فورم راه كنجمع على حسب البروبابيليتي عندنا نشوف واحد ليكزومبل اخر باش انني نابليكي واحد الشيء دونك حنا حولنا لهاد لا فورم هادي اللي عطاها لنا حولناها لواحد لا فونكسيون مالها دو ريبارتيسيون دائما لونسور لو كي كونسيبت والعنصر الثاني كيكون واحد سي تري بيان هنايا راه بي دو اكس
اكبر او يساوي واحد، او انني كنقول انه بي يقدر البروف ديالي يخدم عليك بي دو اكس هنا اصغر او يساوي واحد او اصغر قطعا من جوج، راه متساوي اصغر قطعا ما كيساوي لي جوج، مازال ما وصل لي جوج، مازال اصغر قطعا ما وصل لي جوج، يعني واحد ودوك اللي قل منه. لا ميم هاني شكون هي هاني؟ هي بي دو اكس اصغر قطعا من اش؟ من ثلاثة. مزيان، شكون هادي؟ بي دو اكس اصغر قطعا من اش؟ من اربعة اكسيتيرا. دونك هادي راه هي بي دو اكس اصغر قطعا من اربعة. سي تخي بيان كتعطينا لا فونكسيون ديالنا، سي ان فونكسيون دو ريبارتيسيون. واخر حاجة هي هادي، حيت كتكون عندنا سي اكس اصغر او يساوي ستة، هنا كنهضرو على اف دو اكس راه هي المجموع ديال هادو كاملين، ديال العناصر ديال لي بروبابيليتي كاملين، هاد واحد على ستة زائد واحد على ستة واحد على ستة، المجموع ديالهم هي مكتوبة هي راسو من اي ايكال ان، شحال عندنا؟ من واحد حتى لستة، حتى ستة ديال بي دو اكس ايكال اكس. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد على ستة زائد واحد على ستة، ستة د المرات، يعني ستة على ستة، ستة على ستة شحال؟ واحد. هي اكزاكتومون اللي تعطينا في التالي. دونك نحيو نشوفو دابا اكزومبل اخر، نشوفو لا ميم داك ليكزومبل اللي درنا دابا ديال ان بياس دو موني. دونك حيت هنايا شفنا فونكسيون، عطانا فونكسيون، دابا نشوفو انه عطانا اكزومبل، عطانا مسألة، يعني واحد البياس دو موني اوميغا ديالها شحال هي؟ دونك لحناها جوج مرات، يعني بيل و بيل، بيل و فاس، و فاس و بيل، ديك اللي درنا دابا و فاس و فاس، فهمتي؟ بياس دو موني حنا هادي هي اكس اوميغا، اكس نفس الحاجة راه متعلق ب بهداك ب متعلق ب متعلق دونك اكس اوميغا، هاد اكس هذا راه متعلق بلي بيل، يعني دوك اللي جبتو بيل و فاس، دونك هاد لي بيل اللي عندنا، يعني اما حتى وحدة، اما وحدة اما جوج، صافي. مزيان، شكون هو الاحتمال نكتبهم هنا؟ احتمال ديال اكس ايكال زيرو، يعني انني ما حصل على حتى حتى بي، يعني ها هي وحده وحده من اش؟ من اصل اربعة، وهنا بي دو اكس عندك واحد، يعني نحصل على واحدة هي وحده هنا وحده هنا، يعني جوج من اصل شحال؟ اربعة، اصل اربعة، ولا ديغنيغ هي بي دو اكس ايكال جوج، حصل على جوج هي واحد من اصل اربعة. سي تخي بيان. الوغ هادي الا جينا نحاولو اننا نكتبوها على شكل لا فونكسيون دو ريبارتيسيون، سي سامبلومون غادي نجي نقولو سي سي اكس اصغر قطعة من الصفر، فان بي دو اكس شحال كيساوي؟ لي صغير من هادي قطعة من من هاد الجي كاملين خاصهم يساويو لنا زيرو. سي تخي بيان. الوغ سي اكس اكبر اصغر او يساوي زيرو، اصغر يساوي زيرو يعني كيساوي لنا زيرو، يعني زيرو زائد اللي قبل منها، اللي قبل منها كاملين زيرو، وهاد الزيرو شحال تعطينا؟ واحد على اربعة، يعني هنا كنهضرو على بي دو اكس اصغر او يساوي زيرو اللي كتساوي لنا واحد على اربعة. سي اكس شكون اللي تابع الزيرو دائما كنشوفو اوميغا تابعها واحد، يعني اصغر او يساوي واحد، يعني اشنو تعطينا؟ بي دو اكس اصغر او يساوي واحد، اشنو كتساوي لنا؟ بي دو اكس كتساوي ايوي كتساوي صفر زائد بي دو اكس كتساوي واحد، هادي راه ماشي اينيفورم، داكشي علاش غنديرو واحد على اربعة زائد جوج على اربعة، شحال تعطينا؟ تلاتة على اربعة، يعني راه جمعنا واحد على اربعة زائد جوج على اربعة، دونك عطاتنا تلاتة على اربعة. و سي لا ديغنيغ سي اكس اكبر او يساوي جوج، اشنو غادي يعطينا؟ يعطينا بي، يعطينا اف دو اكس، راه باينة اف دو اكس كتساوي واحد، يعني نجمعو هادو كامل، واحد على ربعة زائد واحد على ربعة زائد جوج على ربعة تعطينا هادي، سي سامبلومون. غادي نجيو هنا، إيه نسيت مدرتش غرافيك، ولكن نديروها هنا، نديروها هنايا بالنسبة للغرافيك. دونك لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس اشنو غاتساوي لنا؟ غاتساوي لنا زيرو، واحد على ربعة، تلاتة على ربعة، و واحد. هنايا سي اكس اكبر قطعة اصغر قطعة من الصفر، اكس اونكادغي ما بين واحد والصفر، سي اكس اونكادغي ما بين جوج وواحد، سي اكس اكبر او يساوي جوج. سي تخي بيان. دونك كتب لكم ديك البارتي، وي دابا غنمشيو لغرافيك مون، نمشيو لغرافيك مون دابا. هذه
غادي نحاولوا نكتبوا لها غرافيك. داكشي علاش قال لك انايا راها ديسكونتيني اون اسكالي، غتكون على شكل ديسكونتيني اي اسكالي. شو معايا؟ يعني اش يعني؟ غادي نبدا من الصفر. شو معايا؟ غادي نحاول ان نفس الحاجه، غادي نسميها ناقص واحد، نرقمو بعدا، غادي نسميها صفر واحد جوج ثلاثة. سي تري نورمالمون نحسو حد جوج ياك. وي حد جوج هنايا الفوق، واحد على ربعة، واحد حتى لواحد، يعني بصفر فاصلة خمسة نفس الحاجة. صفر فاصلة 25، نمشيو بصفر فاصلة 25، 25، صفر فاصلة خمسة، صفر فاصلة 75، واحد. سي تري بيان. الوغ شنو قلنا؟ قلنا حيت كتكون إكس، راه هي هذا هو لاكس إكس، حيت كتكون صغر من صفر، نديرو شي كولور آخر، فإنها كتكون توجور زيرو. يعني هنايا غرافيكمون واحد يقول البروفرنس بلي غرافيكمون هادشي انت دير له هكا صغر من الصفر كامل غاتكون هكا صافي، راه صغر من الصفر ولكن ما متصلش في الصفر، راه قطعا هاي كدير له هكا. شفتو؟ سي تخي بيان. غنمشيو دابا عندك ما بين صفر وما بين واحد، ما بين صفر وما بين واحد شحال ساوتنا؟ 0.25. هاهي راه متصلة في صفر، راه أو يساوي صفر متصلة، ولكن كتمشينا هنا في واحد ما متصلاش. شوف راه قطعا يعني تكون مفتوحة ما متصلناش في واحد. صافي مزيان. غنمشيو عاوتاني من واحد وجوج، اونكادغي ما بين واحد وجوج، ثلاثة على ربعة يعني 75. هاهي ثلاثة على ربعة ياك 75. وي ثلاثة على ربعة هي 75. دونك هنايا حتى لهنا هاهي، وهنا ما متصلاش في جوج. هاهي راه قطعا مزيان. سي كبر أو يساوي جوج تساوي دائما واحد، يعني نمشيو جوج نمشيو واحد هي واحد، دونك غنديرهم هكا خط. صافي دائما تبقى لي كتساوي واحد لي إلا كقطعة من واحد. سي تخي متصلة هنا. أشنو كنلاحظو كنسنجو؟ أن هاد لا فونكسيون مالها هي أن فونكسيون أون إسكالي، لأنها دايرة بحال الدروج أون إسكالي. تاني حاجة أنه ديسكونتيني ممتصلاش، لأن أنت راه إلا جينا الصفر راه ما متصلاش. الا جينا حسبنا الجهة اليسرى تعطينا زيرو، وجهة اليمنى تعطينا هنايا 0.25، يعني ما تساويش، دونك ني با كونتيني. سي تري بيان سي بيان. و كنلاحظو انها مالها كخواسونت، وها هي دونك اف اي كخواسونت. سي تري بيان. و كنلاحظو ان لا ليميت ديالنا حيت اكس كيمشي لموان لانفيني، موان لانفيني شكون هو؟ هو هاد الجهة. قلنا حنا هاد جميع العناصر اللي عندنا هنا كاملين راه كيمشيو للصفر، اقل من زيرو اكس اقل من زيرو، يعني جميع العناصر لا فونكسيون ديالنا كتساوي زيرو. سي مشاتنا لموان لانفيني يعني غتمشي لنا لاش للزيرو. لا ميم شوز هنا لا بلوس لانفيني، كنهضرو على عدد كبير، جميع العناصر كاملين ديالو كيساوي واحد، دونك غادي تبقى كتساوي لنا واحد. سي تري بيان. اف اي كونتيني ادغوات. وي كونتيني ادغوات. شكون هو ادغوات؟ هو هكا الجهة اليمين من هاد الجهة، يعني راه كونتيني في هاد الدروات. هاي راه قلنا كونتي. نجيو لا فونكسيون الثانية ادغوات، هاو يعني راه كونتيني ادغوات، هاو راه كونتيني ادغوات، راه كونتيني ادغوات. صافي. اما اكوش لا اكوش راه ما معرفاش هنا وما معرفاش هنا وما معرفاش هنا. صافي ادغوات هكا واكوش هكا، وحنا عندنا مشكلة في اكوش فين درنا هادو ما متصلينش. سي تخي بيان. دونك هذا هو ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. شي سامبلومون بقى لنا هاد لي بروبريتي هادو بساط، دونك راه دابا شرحناهم. اللهم نحيو هادشي. دونك هاد لي بروبريتي باينين، ما تحتاج زعما شرحناهم. دونك الوغ عندنا الاولى ان اف اي اي كروسون، سي سامبلومون لا فونكسيون ديالنا لي ماكروسون لا ليميت اش شرحنا. هنا عندنا الايكاليتي هادي، اشنو كتقول؟ كتقول الا كان ا اصغر او يساوي بي، فان لا بروبابيليتي ديال اون اكس اون كادري ما بين بي و ا، هذا كيعطينا ان اف دو اكس دو بي ناقص اف دو اكس ا تساوي صافي. هادي راه مهمه. سي تري بيان. غادي تخدموها في ليكزيرسيس ديالو، نقدر نديمونطريو عليها ماشي ما صعيبش. دونك ديمونطراسيون راه باينه. دونك شوف معايا، انا عندي ا اصغر او يساوي بي. صافي هذا اش كيعني؟ الا كان عندي اكس كبيره صغر او يساوي بي، يعني جميع العناصر اللي قبل منها راه داخلين في هذه.
صافي. يعني شنو كتساوي؟ كتساوي جميع اكس اصغر او يساوي، ندخلو ا اصغر او يساوي ا، يعني جميع العناصر اللي اقل من ا في كاين بي برافيتا ا، يعني مازال هذه اونيون غنزيدو عليها جميع العناصر اللي محصورين ما بين ا قطعا، لان اللي داخلين راه دخلناهم هنا اكس اكبر او يساوي بي. صافي، يعني حنا كنهضروا دابا الى جينا نشوفوا هذه راه هي جميع العناصر اللي قل من بي او يساويها. صافي، غير فرقناهم دخلنا ا وصافي، شي سامبل مو. دونك دابا ندخلوا لا بروبابيليتي، لا بروبابيليتي ديال اكس اصغر من بي راه كيساوي لنا لا بروبابيليتي دو اكس اصغر او يساوي ا. شكون هي اونيون في البروبابيليتي؟ هي البلوس ديال لا بروبابيليتي ديال ا ديال اكس اونكادرومون ما بين بي. انا بغيت نوصل لهاد الكتابه هادي. دونك هادي شكون هي هادي وشكون هي هادي في لا ديفينيسيون ديالنا؟ راه هي اف دو اكس اكس اكس. دونك عندنا هنا ا بي بي سي سامبلومون، يعني هادي اف دو اكس دو بي وهادي اكزاكتومون اف دو اكس دو، وهادي نخليوها كيما كاينه بلوس بي دو ا اونكادري ما بين اكس اصغر او يساوي بي. دونك هادي نجيبها لهنا، يعني اف دو اكس بي ناقص اف دو اكس ا كتساوي لنا بي دو ا اونكادري ما بين بي. واش لي درنا دي مونطري واش سامبلومون شي حاجه اللي بسيطه بزاف، الاخرى راه سهله. الاخرى باش كتفكركم في لا كومبوزي سي سامبلومون. الوغ اشنو كنعرفو؟ كنعرفو ان بي دو ا اش كيساوي؟ كيساوي ا موان بي دو ا بار سي سامبلومون. دونك لا ميم شوز درنا هنايا، عندنا ان بي دو اكس اصغر او يساوي ا، اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اف دو اكس دو ا. سي تري بيان. دونك شكون هو الاكس ديال هادي؟ دونك يعني بي دو اكس اصغر قطعا من ا اش كيساوي؟ كيساوي ان موان بي دو اكس اصغر قطعا من ا بار. اصغر قطعا شكون هي الاكس ديالها؟ هي اكبر هادي اكبر قطعة هي اصغر او تساوي، يعني تولي اصغر او تساوي. دونك اصغر تساوي بلاصتي وبعدين دونك تعطيك واحد ناقص. سي تري بيان. دونك ديمونستراسيون شي حاجه اللي سهله بزاف. اف كرواسون حتى هي نقدروا نديمونطريو عليها. باش نبينها كرواسون اش خاصني نبين؟ خاصني نبين ان عندي اكس ان اصغر من اكس دو، هذا كي امبليك ان اف دو اكس ان اكبر او يساوي ده. يعني الا دخلنا له هاد الاف هادي كتبقى الانيغاليتي ما كتغيرش، كنقولوا عليها كرواسون سي سامبلو. الوغ شنو عندي انا؟ عندي ان اكس كبيره الا كانت صغر من اكس ان فانها اونكلي دون اكس كبيره صغر من اكس دو، متفق معايا؟ لان عندي ان اكس دو سابقه اكس ان، يعني حيت كنهضر على هذه راه هي بي هي اكس ايغال اكس دو زائد اكس ايغال اكس ان، يعني زائد ديك اكس ان راه كاينه هنا، داكشي علاش درت اونكلي ديالها. صافي سي تري بيان. هذاك اشنو كي امبليك؟ كي امبليك ان لا بروبابيليتي ديال اكس اصغر اونكلي في البروبابيليتي شكون هي؟ هي اكبر هي اصغر او تساوي، يعني هذه اونكلي يعني راه صغر منها اكس ان راه اصغر او تساوي البروبابيليتي ديال اكس اصغر من اكس 2. سي تري بيان. حنا اش بدينا؟ بدينا بهذا، هذا اكبر من هذا، يعني هذا وهذا، وشكون هو هذا؟ هو اف، يعني اف دو اكس اكس ان اصغر من اف دو اكس اكس دو. صافي احنا دي مونطرينا لي انها كرواسونت. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور ديالنا بالنسبه للبروبابيليتي.